ولسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا من مهارات عظيمة. وصلنا للفقرة الطبية. من الأمراض الشائع الإصابة بتصاب بها بعض البنات والسيدات هو تكيس المبايض. وأثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن تقريباً 85% من السيدات المصابات بتكيس المبايض هم أكتر عرضة لزيادة في الوزن. وعشان كده فقرتنا النهاردة هنتكلم فيها عن الطرق الصحية للنزول في الوزن للبنات والسيدات المصابات بتكيسات المبايض مع ضيفتي دكتور ريهام الحياوي استشاري التغذية العلاجية. أهلا بيك يا دكتور. يا مساء الجمال. مشرفاني منوراني. والله دايما منورة بيك يا حبيبة قلبي. تسلميني وبشكرك على يعني إن إحنا دايما بنبعت لأصدقائنا وحضرتك متولية أصدقائي برضو. شيء يسعدني ويشرفني على جانب دايماً. وان هم باعتين اسئله واحنا ان شاء الله على مدار اسبوع هنجاوب على كل الاسئله. طبعا اول حاجه عايزين نعرفها من حضرتك للناس اللي مش فاهمه ده تعرفينا كده يعني ايه تكيس مبايض. اوكي، تكيس مبايض هي مشكله ليها علاقه وطيده جدا جدا بالسمنه والدهون الزائده. تمام. طيب احنا خلينا نتكلم النهارده عشان بس عايزه اقول حاجه مهمه قوي. اقول النهايه السبب في الموضوع ده الحلقه دي ليست للنساء فقط. أوكي. من متابعين قناة الأهلي النسبة الكبيرة جدا من الرجال رجال. فمحدش يقوم ويسيب الحلقة عشان احنا بنتكلم عن تكيسات المبايض، لأن السبب في تكيسات المبايض بسيط جدا وهو السمنة والدهون الزائدة اللي هي نفس المشكلة اللي عند الرجال نتيجة مقاومة الإنسولين. فكلنا نقعد ونتفرج على الحلقة لأن حل مشكلة تكيسات المبايض هي نفسها الحل اللي عند مشكلة السمنة الموضعية في الكرش عند الرجال اللي بتسبب مشاكل القلب، مشاكل الشرايين، الضغط، حاجات كتير جدا بالظبط كده. فمش عايزين نقول إن المشكلة دي فقط حاجة، لا خالص، ده هي السبب الأساسي فيها وهي الدهون الزائدة والسمنة الزائدة بالذات في منطقة البطن السفلية ومنطقة الكرش عند الرجال. فكلنا نقعد دلوقتي ونشوف ونستنى. بقى الروشتة هنعمل ايه النهاردة عشان نحل مشكلة تكيسات المبايض اللي عند ستات كتير أو مقاومة الإنسولين اللي عند الرجال وبسبب أمراض القلب. بمنتهى البساطة، مش عايزين نقول كلام علمي مفزلك قوي قوي، عايزين بساطة، كلام بسيط جدا. احنا عندنا الإنسولين هو الحارس اللي بيقف على الخلية، بيخبط على الخلية يقول لها خدي أنا دخلت قلت لك الجلوكوز اللي انا لسه واكله دلوقتي، وبننظم العمليه فالجلوكوز يدخل جوه الخليه نستخدمه كمصدر طاقه. كويس. طيب حضرتك قعدتي تاكلي سكريات كتير وشوكولاتات كتير وفتحنا الدنيا على البحري. بنوصل لمرحله من كتر السكر الانسولين بيقف عند الخليه ما بتفتحلوش الباب. فالسكر حيك عماله تاكلي سكر سكر بيقف في الدم ما بيخشش الخليه مش عارف يدخل. اوكي. فالسكر في دمنا زاد فابتدينا نصاب بالسكر النوع الثاني، ابتدينا يبقى عندنا سمنه مفرطه، سمنه في منطقه البطن، ومشاكل بقى تكيس المبايض وحاجات كتير جدا لا حصر لها مرتبطه بالسمنه. طيب بيحصل ايه برضو عشان نبقى فاهمين ايه اللي بيحصل؟ سكرنا زاد في الدم، انسوليننا زاد في الدم. وانا البنكرياس، ما هو احنا جسمنا ما شاء الله ربنا خلقه بسيستم منظم جدا. صحيح. راحت رساله للبنكرياس بتقول له الخلايا بتقول ما فيش انسولين عندي بيفتح الباب للكم اللي انا باكله من السكر، فابتدى يزود في افراز الانسولين عشان يساعد بالظبط. فالدنيا عماله تزيد في الدم. طب حلنا ايه بقى؟ انا جايه النهارده اتكلم عن حلين بساط جدا. هنقطع الدهون، سوري انا اسفه، هنقطع النشويات والسكريات العاليه لمده شهر، هناخدهم بنسب بسيطه جدا عشان ابتدي انظم خلقه ربنا اللي هو خلقها للجسم تاني. البنكرياس يفرز انسولين بصوره معقوله والخليه تفتح بابها عشان تدخل الجلوكوز والدنيا تمشي طبيعي. كويس. طب الحل الجميل بقى عشان احنا في حياه صعبة شوية، حياة أنا عارفة إن فيها ضغوطات، عشان تقولي لي يا دكتور بطلي سكر ونشويات لمدة شهر طلب صعب شوية. إحنا عارفين طبعا الحاجات دي مثيرة للسعادة طبعاً. للفرحة، الحاجة طبعاً. اللي بتصبرنا على حاجات كتير. صحيح. طب هنعمل إيه دلوقتي لو إحنا عندنا مشكلة إن إحنا مش قادرين نقطع ونعمل اللي أنا بقوله اللي هو السكر والنشويات لمدة شهر أو أسبوعين؟ هنعمل حاجة بسيطة، هنمشي على بيستا. بيستا ده المنتج اللي أنا بتكلم عنه النهاردة وهو كورس كامل متكامل يشيف. ده حاجة طبيعية 100% آمنة، موجودة في الصيدليات، سهلة الاستخدام، ودي حاجة مهمة في حياتنا اللي كلنا وآمنة يا دكتور عن أنواع تانية من الأقراص بتشتغل على المخ. بالظبط. أنا ما بشتغلش على المخ، أنا معتمدة على أليافي، الألياف الطبيعية اللي هي قشور السيليوم، ردة القمح، ردة والشوفان. دول الثلاث أنواع عندي من الألياف اللي هيعملوا إيه بقى؟ هيظبطوا مستوى السكر في الدم. ده نمرة واحد. هيخلوني عندي مادة مالئة في بطني زي البالونة، عمليات اللي الناس بتعملها عشان تصغر معدتهم. أنا صغرت معدتي، أنا صغرت المعدة بتاعتنا. أنا صغرت المعدة بتاعتي بإيه؟ بإن أنا حطيت ألياف طبيعية جدا مالئة
قللت قدرتي على الاكل. فحضرتك اللي انا النصيحه اللي قلتها الاولى قللوا من النشويات والسكريات حققناها بالنعناع ببيستا بالظبط. هاخده امتى؟ هاخده مرتين لثلاثه قبل الوجبات الرئيسيه في اليوم على حسب انا شخص باكل وجبتين ولا ثلاثه. وطبعا لو شخص عنده مقاومه انسولين زي ما احنا بنتكلم في اول حلقتنا سواء التكيس المبايض او كل المشاكل الاخرى يفضل ان انا اصوم 16 ساعه واكل في 8 ساعات. فال 8 ساعات دول لو قسمناهم 3 ساعات 3 ساعات 3 ساعات يعني 3 وجبات منهم وجبه خفيفه وجبتين رئيسيتين كويس. يبقى انا خد كيس من بيستا على كوبايه ميه قبل كل وجبه بنص ساعه لساعه. حضرتك هتيجي تخشي على الوجبه الرئيسيه بتاعتك اللي انت جعانه ومنتظراها، انا حاسه بشعور الامتلاء والشبع فمش قادره اكل. طب هنحل بقيه المشكله ازاي اللي احنا عمالين نتكلم في كلام فيسيولوجي عميق جدا؟ أيوة. نحلها ازاي؟ بيستا مش بس الياف، بيستا مكون من ثلاث عناصر مهمين جدا. كروميوم بتركيز 500 مللي جرام، فيتامين سي 50 مللي جرام، والال كارنتين 30 مللي جرام. طب ده هيفيدنا في ايه بقى في مشكله تكيس المبايض او مشكله مقاومه الانسولين عند ناس كتير موجوده دلوقتي؟ ماده الكروميوم هي موجوده بتركيز عالي جدا في البيستا، هتعمل ايه؟ هتقلل امتصاص النشويات من الاكل. فحضرتك حتى انت دلوقتي بيستا خلاكي تاكلي نص كميه النشويات اللي كنت بتاكليها، ودي النصيحه اللي انا بنصحها. اوكي. كلتي النص، حتى امتصاص جسمك للنص ده قل كتير جدا نتيجه الماده اللي بنقول عليها الكروميوم. مش بس كده، انت مشكلتك ان الانسولين فيه مشكله، انا حفزت افراز الانسولين بالكروميوم، فانا حليت مشكله تكيس المبايض بمنتهى السهوله او للناس اللي عندها مقاومه انسولين بالالياف وبالكروميوم اللي موجود. طب نيجي لفيتامين سي، فيتامين سي دوره ايه في بيستا وهيفرق معايا في الخصيه ازاي؟ الناس كلها دايما مقتنعه ان فيتامين سي فيتامين المناعه، بالظبط. مش بيساعد بقى خالص. ده بيساعد بقى ازاي؟ بيخلخل الدهون اللي موجود جوه الخلايا وبيطلعها ويبتدي يستخدمها كمصدر للطاقه. حلو قوي. يبقى انا كده بدلت، بدل ما كنت دايما معتمده انا بشرب سكريات باكل نشويات عشان لا انا بدعم بقى من اللي موجود عندي مخزون. عندنا بقى مخزون كتير في كل الاماكن بقى، السمنه الموجوده الموضعيه، الارداف، البطن، الكرش، ابتدينا نخلخل الدهون الصعبه شويه كويس. في الحرق من الخلايا وبقت هي مصدر الطاقه، فبقينا بنحرق، حولنا جسمنا محرق الدهون كويس. ودايما انا بقول الصيام المتقطع وبيستا مع بعض انت فعلا بتحول جسمك لمحرق الدهون طبيعيه من غير ما نشتغل على المخ تماما. حلو قوي. طب خلينا دكتور نستسمع حضرتك نشوف التقرير معانا. اميره، حاله اميره، نشوف اميره كان يعني ليها تجربه، هنشوفها كده مع حضراتكم ونرجع نستكمل مع دكتور ريهام ان شاء الله. اتفضل نشوف اميره. قلنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. اميره ابو شوشه، سني 39 سنه، وزني كان 140 كيلو وبقيت 85. كنت بعاني من الوزن الثقيل من السمنه المفرطه، وكنت عندي بطولة وما كنتش عارفة أنزل الوزن في وقت بسيط، فأنا خدت بيستا وفرق معايا جامد وكان منتج فعال جدا. كنت بستخدم بيستا قبل الأكل بنص ساعة وما كانش عندي أي مشكلة بطعمه ولا أي مشكلة خالص، كان بالعكس طعمه هايل جدا، بطعم التفاح هايل يعني. كنت باكل كل اللي نفسي فيه بكميات بسيطة لأن بيستا كان بيحسسنا بالشبع طول اليوم. كنت مبسوطة جدا إن أنا كسبت بطولة الجمهورية بفضل بيستا، وأنصح أي حد عنده سمنة على طول من غير ما يفكر هي بيستا. ورجعنا بعد ما شفنا التقرير مع حضراتكم. طبعا حاله اميره حاله يعني حد بيقول تجربته دي حاجه جميله يا دكتور. احنا طبعا دايما لما بنيجي نعمل الطريقه دي عشان نحافظ على فكره، في ناس بتحب تحافظ انها ما تزيدش نظرا ان احنا كل سنه اكيد بيبقى في سيدات في عدد سعرات بيضيع مننا كده بنبطل نحرقه 50 تقريبا. المناسبات السعيده كتير جدا عندنا من الاعياد والمصيف والشتاء البرد يا دكتور، مع ان الشتاء ده والله احلى فرصه الناس تخس فيه عكس ما الناس فاكره. ورمضان نفس الكلام لانه يعني اجباري بتمشي على نظام الصيام المتقطع، لو استغليناها هنطلع بنتيجه مذهله، بس للاسف محدش لا يستوى. هنتكلم يا دكتور في الفايده دي، بس اسمحينا ناخد معانا مداخله من المنيا. اوكي. اهلا وسهلا منى. اهلا يا منى، ازيك عليك يا شيف؟ اهلا بيك حبيبتي، اتفضلي. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ انا بس حابه اشكر الدكتور واشكر الشركه لان انا خدت كورس بيستا وهو خففني. انا كان وزني 95 كيلو، خسيت عليه 7 كيلو ما شاء الله في خلال شهر ما شاء الله. وانا كنت بصراحه خايفه قوي ان انا اخد او اجرب حاجات زي كده، لان انا كنت جربت قبل كده مواد او انواع اخرى يعني لها مواد كيميائيه وكده، كانت طبعا بتاثر عندي في نسبه الحرق وبتاثر على الضغط والكلام ده، وكنت خايفه ان هي تسيب لي اثار جانبيه. فانا استخدمت بيستا
واول ما استلمت الكورس بدات المتابعه معايا من الشركه، فانا حابه اشكرهم جدا. حبيبتي بتكلم حضرتك يعني انا سعيده جدا جدا لانك تجربه حيه على اللي احنا دايما بنتكلم فيه، وهو ان احنا بنلاقي نتائج رائعه جدا. ناس كتير بتحس ان بقى صعب ان هي تفقد وزن وتخس ارقام دي. ودايما انا بقول 7 كيلو حلو قوي. انا دايما بقول من 8 ل 12 كيلو من غير حتى ممارسه رياضه. انا مش بدعو لعدم ممارسه الرياضه خالص، بالعكس انا من انصار الرياضه جدا جدا، لكن انا ببقى عارفه ضغوطات الحياه وما بطلبش حاجه صعبه من كل الناس. فيعني انا لما اقدر اوصل ان انا اخس، انا بس كنت عايزه اسالها سؤال لو ممكن، هل انت نظام اكلك غيرتي اسلوب الاكل ولا كميات اكلك اختلفت لان شهيتك اختلفت بطبيعه الحال؟ لا، هي كميات اكلي اختلفت، انا بس كنت بحاول اقلل على قد ما اقدر. هم كانوا منبهين عليا ان انا اقلل نسبه النشويات اللي في اكلي. أوكي. فانا كنت بقلل نسبه النشويات على قد ما اقدر، هو الرز المكرونه العيش بتاعي. حلوة. لكن نظام اكلي كان اكل البيت عادي، فما حسيتيش ان انت محرومه، صح كده؟ لا خالص. ودي الحاجه اللي انا دايما بقول ان هي ميزه، احنا كلنا بقيناش قادرين على فكره الممنوعات، فكره كمان الممنوع مرغوب. وانس الناس تنزل عند دكتور الدايت، عايز اقول لك بتعدي الشارع تاكل جانك فود من الاماكن. بجد انا بشوف ده قدامي بسرعه قبل ما ابدا. فالممنوع دايما بيكون مرغوبة. طب منى، انت حاسه دلوقتي شهيتك بقت يعني في العادي بقى، لو انت حسيتي ان انت معدتك شويه بقت اصغر؟ بقت اقل من الاول، يعني بقت وجبتي عموما حتى بعد ما خلصت الكورس ان شاء الله هتكون تاني. هسألك بس بقت اقل من الاول طبعا. حلو ده. انا هسالها سؤال اخير بقى وهكمل بعديه حتى لو سؤالي. لما خسيتي 7 كيلو في فتره قليله اللي هي الشهر، حسيتي بتاثير سلبي ولا ايجابي على شعرك، ضوافرك، بشرتك؟ يعني حسيتي ان الدايت ضرك ولا فادك؟ ايجابي، لان هو انا كنت باخد مع الكورس المكمل الغذائي اللي هو اي ال بي مالتي في ده. مظبوط. فطبعا حسيت لي من صحه شعري جدا وبشرتي، ويعني كان عندي مشاكل تانية برضه، هو ما شاء الله اثر على فادني جدا فيها. حلوة قوي. نشكرك كتير يا منى، بجد شكرا ليكي ونورتينا وشرفتينا. منى من القاهره. طيب طبعا هي خدت الكورس، واضح ان هي خدت الكورس بيستا والالفا مالتي. ما انا عايزه اكمل بقى من اخر سؤال سالته. دي نقطه مهمه جدا شوف عظيمه، اللي هي ايه؟ دايما الشكوى العامه من قديم الازل لاي حد بينظم اكله، سواء ماشي على دايت او هو قرر يقلل الكميات، حاجتين. انا بقى شكلي بيل وتعبان ومجهد، واي حد هيشوفك يقول لك رغم انت بيكسر فرحتك بالخسيه، انت شكلك كبرت، شكلك عيان. تعبان ومجهد وعيان. فبيكسروا فرحه الشخص اللي عمل انجاز ان هو خس بده. ده مش موجود ليه؟ لان احنا قررنا نعمل كورس متكامل، هو بيستا وقلب مالتي فيت مالتي فيتامين، قرص واحد فقط يوميا. هو ده اللي الشركه تستحق عليه التحيه. بالظبط، يعني احنا عملنا الحل او السولوشن الكامل المتكامل. اللي الناس بتاخد جزء وما بتكملش الباقي، فاحنا وفرنا الحل المتكامل ان انا بديكي قرص واحد يوميا من غير عناء كميه الادويه الكتير اللي حطاها جنبك وما بتاخديهاش بتنسي تاخديها. هو قرص واحد بيدي جسمك احتياجه من كل تقريبا الفيتامينز والمعادن اللي جسمك محتاجها، سواء ريليتد للجمال كشعر وبشره، الناس اللي بيجي لها تصبغات، الناس اللي عندها مشاكل في الاعصاب، كل انواع المشاكل اللي ممكن تجينا بسبب النقص، ومنهم فيتامين دي اللي بيأثر بصوره مباشره جدا على معدل الحرق. كل ده احنا ظبطناه. مش بس كده، النقطه اللي قلتها لك كمان يا دكتور. بالظبط، الفيتامين سي كمان اللي موجود لسه قايله في بيستا نفسه بقى كعناصر موجوده فيه، هو ساعد ان انا باخد الدهون الموجوده في السنه الموضعيه. فانت حصل لك ريشيبنج، انت مش بس خسيتي رقم على الميزان والديفوهات اللي في جسمك موجوده، لا انا خلخلت الدهون اللي فيها مقاومه شويه. بالظبط. فالناس مثلا هي كانت حامل وزادت 20 كيلو، بعد ما مشيت على بيستا مثلا خست ال 20 كيلو خلاص في رينج مثلا شهرين هنقول كده. طب خستهم بس هي حست ان مقاسها قل، كانت بتلبس اخرها ميديم مهما كانت رفيعه، دلوقتي بتلبس سمول، رغم ان هي على الميزان نفس الوزن كانت عايزه توصل له. الفرق ايه؟ ان احنا حصل ريشيبنج، يعني نحت للقوام في منطقه الوسط، الارداف، الاماكن اللي بيكون فيها شويه مشكله في الخلايا، طلعت منها الدهون بسهوله اكتر، فهي كشكل وزنها بقى اقل اكتر من قبل الحمل. أوكي. فدي دايما الميزه او الحاجه الناس كتير بيجي تقول لي يا دكتور انا حاسه صحيح ان انا عندك على الميزان خسيت 20 كيلو ورجعت لوزني الطبيعي، بس انا مقاساتي قلت نمره عن وزني الطبيعي. طب ودي حاجه يا دكتور مهم عشان ده جالي على الصفحه انا هبدا بيه. لو هي سيده، هي دلوقتي هي ولدت وزادت 16 كيلو وعايزه تخس، وهي مش بترضع، يعني مش بترضع طبيعي. طبيعي. فهي ممكن تعمل ده ازاي؟
هقول لك بقى الموضوع بسيط وسهل جدا. طيب احنا دلوقتي دي مهمتها ابسط بكتير من ناس كتير عشان موضوع عدم وجود الرضاعه، فهي مش مرتبطه، هي شخص عادي دلوقتي اكنها زيها زي اي حد بالظبط كده، فانا ما عنديش اي مشاكل او حاجه احسبها لها. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنمشي على بيستا كويس بالطريقه الطبيعيه اللي هي زي ما قلنا من مرتين لثلاثه يوميا قبل الوجبه الرئيسيه بساعة. الميزه الرائعه سواء بقى كانت هي بترضع او ما بترضعش ان احنا بنشرب تقريبا من كوبايتين لثلاثه ميه مع بيستا وقبل الوجبات كويس. ماده مالئه مفيده ليا صحتي عامه، لان زي ما دايما بنقول مع بعض ان الميه هي وقود الحرق للخلايا في الجسم. طيب فاحنا خدنا بيستا بكل الفوائد اللي احنا بنتكلم عنها، هي اكلها قل اوتوماتيك للنص، فسعراتها الحراريه قلت للنص، هي كمان لو عملت النصيحه الثانيه ان هي عملت اي مجهود رياضي في الجيم او في البيت اي حاجة ممكنه على قد الظروف اللي متاحه ليها كواحده عندها لسه طفل وبيبي كويس. لو عملت ده هي مش بس بتعمل كده، بيستا زي ما قلنا بينحت القوام، فانت لو عملتي كمان رياضه هتفقدي كل الترهلات والمشاكل اللي حصلت لك بعد الولاده، فترجعي كويس. تاني اكن ما حصلش اي شيء، ودي تمام. اكتر مرحله هي تقدر تسترجع فيها نفسها فعلا بالظبط كده، خصوصا في السن لو هو ده اول حمل ليها. كل ما كان السن صغير كل ما ان انا استرجع تاني نفسي الموضوع بيكون ابسط كتير، مع طبعا قلب مالتي فيت المكمل الاساسي. طيب معانا في الكورس معانا رضوى من اسيوط، اهلا وسهلا. اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا سيف؟ عامله ايه؟ اهلا بيك حبيبتي، اتفضلي. تحيه لكل اهل اسيوط. اهلا بحضرتك، ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي حبيبتي دكتور معاكي. ازيك يا دكتور هيم؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله بخير. اموريني يا حبيبتي. هو انا بس كنت بسال يا دكتور ان انا كل ما احاول اعمل دايت واوقف وبعمل دايت كتير وزني بيفضل ثابت ما بينزلش. اوكي. فانا كنت حابه يعني لو انا استخدمت بيستا كعامل مساعد مثلا ان انا احاول انزل، هينزلني. اهم حاجه عندي بس يكون بشكل صحي، ان انا بخاف من اي مواد، ما يبقاش فيه مواد كيميائيه او اي، يعني بخاف من اي منتج. طب انا ممكن اسالك سؤال؟ معلش، وزنك وطولك وايه نقطه ضعفك في الاكل؟ هل هي الحلويات، مشروبات غازيه، نشويات، ولا الحمد لله انت معتدله ما عندكيش نقطه ضعف معينه؟ انا وزني 80 كيلو اوكي، وطولي 155. اوكي، احنا عندنا الطول مش طويله، فطبعا الزياده في الوزن كبيره، حوالي 30 كيلو. اوكي حلو قوي. يعني احنا بنتكلم، اتفضلي سامعاكي. انا في الاكل ببقى يعني عاديه، بس اللي هو مثلا ممكن النشويات بتبقى زياده شويه. الايه؟ معلش، النشويات. النشويات وطبعا مفيش مجال للحركه كالعاده. لا. طيب بصي بقى، انا هقول لك حاجه، انت بيستا هجيب معاكي نتيجه رائعه جدا جدا لو انت شخص مجتهد شويه وعندك العزيمه والاراده ومتحمسه للي انت تبداي رحله ان شاء الله تكون سريعه جدا. وعايزه اقول لك برده، واقول لكل الناس كلها بتبقى هدفها تخس بسرعه وسريعا. على فكره ده مش صح، حتى لو انا اقدر اعمل ده معاكي وبيستا يقدر يحقق ده معاكي زي ما قلنا من 8 ل 12 كيلو شهريا، لو انت كمان ضفتي رياضه، غيرتي اسلوب حياتك شويه، بقى عندك يعني اسلوب حياه صحي تقدري تكملي عليه حياتك بعد ما نخلص بيستا. حلو ده. وبرضه عايزه اقول حاجه مهمه، انت ان شاء الله ممكن تخسي من شهرين لثلاثه على الكورس، وهتاخدي الفيتامينز، فتطلعي ان شاء الله من الكورس متكامل خاسه اللي انت عايزاه، صحتك وشعرك وبشرتك كبنوته، سنك مش كبير، حاسه ان انت كويسه جدا وفريش. حتى المشكله اللي بنتكلم عليها النهارده لو انت مش متزوجه، ان شاء الله باذن الله يعني هتحلي جزء كبير من المشكله بتقابل معظم الناس، تكيس الموبايل للبنات اول ما بيتجوزوا، لسه صغيره ومتجوزه بقى لها شهرين ثلاثه، بتدي مامتها وحماتها فين الخلفه، فين الحمل، فين الحفيد، وهم لسه يعني بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. ده بيبقى نتيجه ان هي اصلا زايده 30 كيلو، خست قبل الفرح 10 كيلو منهم، لسه عندها 20 كيلو، ده رقم كبير دكتور النساء بيقولها لازم تخس، لازم تخس صح. فاحنا من دلوقتي عشان نبقى بادئين حياتنا بطريقه صحيه ونفسنا هادي جدا، نبتدي نخس لصحتنا عامه، مش مجرد لشكلنا، لنفسنا. مظبوط بالظبط. فانت هتمشي على قلب فيت قرص واحد يوميا، ده هيخلي كل مشاكل الناس بتعملها مع الدايت مش موجوده عندك باذن الله. حتى فيتامين دي اللي ناقصه عند ثلاث ارباع المصريين بيقلل الحرق عندك، ان شاء الله الحرق يرجع طبيعي. وهناخد كيس يوميا قبل كل وجبه من مرتين لثلاثه، طعمه لطيف جدا، طعم التفاح الاخضر، ما فيهوش سعرات حراريه. وكلي عادي جدا، انا مش هجبرك ان انت تمشي على دايت معين، لان انت اوتوماتيك غصب عنك انت لو قدامك طبق اكل كبير هتاكلي النص او الربع. فهنقدر نمشي على الكورس، وتتواصلي على الارقام اللي ظاهره على الشاشه مع الفريق، وهتتابعي معاهم اسبوعيا، وهم دايما هيعدلوا معاكي اي حاجه. لو انت عندك حاجه مش مظبوطه، النتائج مش مظبوطه، انت بتغلطي في حاجه، هم هيظبطوا لك كل شيء. نشكرك يا دكتور، ميرسي حبيبه قلبي على مكالمتك. طبعا يعني الناس كتير بدات تتفاعل، انا مبسوطه انه البنات برضو بدات يعني تحس الشعور ده، ويبدا يبقى احنا عايزين بقى نحسن لازم الاداء بتاعنا. لازم ما نستناش لغايه لما
نكبر ما نستناش لغايه لما ال 30 كيلو يبقى 50 كيلو ونضطر نروح نعمل عمليات جراحيه بتكلفه عاليه وبخطوره ومشاكل تانية على فكره كتير. حاجات امنه وبسيطه دكتور وصحيه في الاخر، يعني انا بجيبها من الصيدليه باخده مع ميه مش بعمل حاجه. وحاجه الحمد لله امنه عليها كل التجارب موجوده في الصيدليات، فاحنا بنتكلم عن حاجه زائد ان تكلفتها يعني معقوله جدا جدا. وعاملين كورس كمان معاه القلب مالتي فيت، يعني كمان هناخد الفيتامين بالظبط. فدي بالزبط. حاجه انا بشكر عليها الشركه بصراحه. يعني دي حاجه احنا كنا عاملينها علشان مستنيين نلاقي نتائج معينه الناس تكون راضيه عنها. صحيح. ما نبقاش بندي نص الحل وسايبينهم مش عارفين الباقي. جزء تاني ضايع منهم مش هيقدروا يوفروا. فرقت كتير جدا، عايزه اقول لحضرتك فعلا مع كل العيانين. فكره الكورس انه الحاجتين بيكملوا بعض دي يا دكتور فكره رائعه بصراحه. يعني بجد. طيب احنا هنا بقى عايزين نقول ايه النتيجه بقى بتاعت الكورس؟ احنا اتفقنا ان هي اللي جربوا وخست 7 كيلو ممكن يكون كان ادائها ده عشان جسمها مقوماته سمحت لها انها تخس 7 كيلو. أوكي. هل هو ممكن يخلينا نخس اكتر من كده بيستا يا دكتور؟ طبعا في ناس بتوصل ل 12 و 15 كيلو، بس خليني اقول ان ده دايما انا بشوفه اكتر. انا واقعيه. أيوة. مع الرجال ليه؟ لمنتهى البساطه هم الكتله العضليه عندهم العضل. أكبر. انا دايما بقول العضل ثم العضل ثم العضل. صحيح. العضلات هي اللي بتشكل المحرقه بتاعه الدهون في الجسم. هي الكتله الاساسيه. فالرجال حتى لو مش رياضي، حتى لو مش بيروح جيم، هو قدره جسمه على الحرق اعلى بكتير من الستات. فانا ممكن ادي حضرتك انت وزوجك نفس الدايت وتكونوا بتتمشوا او بتعملوا مع بعض نفس الرياضه، هو يجي حارق في الاسبوع 5 كيلو وانت 2 كيلو. تبقى الست قاعده قدامي انا هتجنن، ده انا اكلت اقل منه كتير يا دكتور من الدايت اللي انت بتقوليه. احنا ممكن ناكله هو زياده بالظبط. فهو دايما هم بيحققوا نتائج اعلى، وده مش نتيجه التزامهم ولا حاجه، بس نتيجه الكتله العضليه عندهم بالظبط كده. بشكرك جدا بجد يا دكتور ايهاب، بجد سعيده بوجودك. وعندنا اسئله كتير يعني طبعا هنقولها في الفقرات اللي جايه باذن الله. احنا مع حضراتكم، ابعتوا كل اللي انتوا عاوزينه وهنجاوب عليه. دكتور ايهاب الحقيقه مش بتتاخر، وان شاء الله يعني اجابات اسئلتكم كلها هتكون موجوده، وهنزل لكم بيها اللينك ان شاء الله اللي موجوده على الصفحه كمان الشخصيه الخاصه بيا. طيب احنا كده اتفقنا انه مع الوجبات الرئيسيه قبل الاكل بنص ساعه او ساعه بالزبط. على كوبايتين ميه كبار بالزبط. صح كده؟ هناخده هو في كوبايه ميه ونشرب معاهم كوبايه ميه. طب الف مالتي فيت الجرعه قد ايه؟ قرص واحد فقط يوميا، مش عايزه اكتر من كده، بس هنمشي معاه بانتظام طول ما احنا ماشيين على الكورس. وعايزه اقول حاجه ثانيه لشخص رفيع ما عندوش اي مشكله، قلب مالتي فيت متاح في الصيدليات كمنتج لوحده، نقدر نروح نشتريه لوحده. للي عايز مش هيحتاج فيه، مش مرتبطين ببعض. يعني اي شخص بيسمعنا دلوقتي محتاج يمشي على مالتي فيتامين، وانا بقول لكل الناس يا جماعه المالتي فيتامين مش رفاهيه، مش معناه انا شخص مهتم زياده بنفسي. لا هو ممكن، لا ده ضروري، ده ضروري ضروري. صح. انا بشكرك يا دكتور بجد، انت نصحتيني نصايح كتير بجد، بشكر حاجه على المستوى الشخصي والله. كمان بجد دكتور ريهام الحياوي بجد اسمحوا لي اشكر ضيفتي، شرفتني ونورتني النهارده. دكتور ريهام الحياوي استشاري التغذيه العلاجيه، نورتيني وشرفتيني. وبشكر حضراتكم لحسن المتابعه، واتمنى يا رب دايما نكون عند حسن ظن حضراتكم، بالذات مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. اسمحوا لنا الوقت بيعدي بسرعه جدا، لكن في نهايه الحلقه اتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا لحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده. وي سلام عليكم.